بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. معكم أستاذة بدرية العتيبي. اليوم أيضا نقدم شروحات علمية للصف السادس للجزء الثاني. اليوم راح تناول موضوعنا عن البكتيريا. راح نعطيكم موضوعين عن البكتيريا، اللي هي أين توجد البكتيريا، ما هي خصائص البكتيريا. لتوضيح مفهوم البكتيريا، يعرف البكتيريا بأنه كائنات دقيقة ووحيدة الخلية بدائية النوع، وهي قد ممكن تسبب الأمراض للإنسان وتدخل في عمليات التخمر المختلفة. لازم تعرف هنا أن هذه البكتيريا هي بدائية النواة، وحيدة الخلية، وليست عديدة الخلايا مثل الإنسان والحيوان والنبات. هي وحيدة الخلية. اللي اكتشف وجود البكتيريا هو العالم الفرنسي لويس باستور. هذا العالم الفرنسي اكتشف نوعان من خلال تجاربه، طبعا اكتشف نوعان من البكتيريا، هي بكتيريا هوائية وبكتيريا اللاهوائية. كيف اكتشف هذا العالم لويس باستور البكتيريا الهوائية؟ وذلك من خلال نظرية تخمر الجراثيم، من خلال تجاربه في تخمر بعض السوائل المغذيات، اللي كانوا يعتقدون أن هناك نظرية التولد الذاتي في تغير هذه السوائل إلى نوع آخر. لكن اكتشاف لويس باستور دحض وألقى هذه النظرية بأن هناك كائنات دقيقة أدت إلى تغيير صفات هذه السوائل، ألا وهي البكتيريا. وهذه نظريته أخرجت نظرية أخرى، أو اكتشافة لهذه البكتيريا أوجدت نظرية أخرى، هي نظرية جرثومية المرض. وأيضا العالم الألماني روبرت كوخ، هذا العالم هو أول من اكتشف علاقة البكتيريا مع المرض. هو أول من اكتشف علاقة البكتيريا مع المرض، وأول من قام بعمل مزارع نقية للبكتيريا. كيف أدى هذا الاكتشاف؟ وكيف قام روبرت كوخ باكتشاف هذه البكتيريا؟ بدأ روبرت كوخ بدراسة مرض السلة، بعيد عنكم الشر. هذا المرض أدى إلى قتل جميع، يعني عدد كبير من البشر. فدرس روبرت كوخ أسباب هذا المرض السل، وطبعا أسباب هذا المرض السل هي كائنات دقيقة، اللي هي البكتيريا. وعند اكتشافه بأن هذه الكائنات الحية الدقيقة أدت إلى مرض السل وإيجاد حلول ودواء لهذا المرض، طبعا رشح روبرت كوخ إلى جائزة نوبل لاكتشافه العظيم في حل أو في إيجاد سبب أو مسببات مرض السل. يجب عليك أن تعرف أن هناك بعض أنواع من البكتيريا تسبب المرض للإنسان، ومثل هذه الأمراض قد يكون السل اللي ذكرناه سالفا لروبرت كوخ وحصد عليه على جائزة نوبل لمعرفته أسباب هذا المرض واكتشاف الدواء. وأيضا عندك المرض المعروف اللي هو الكوليرا. وهناك أيضا بكتيريا نافعة للكائنات الحية. قد يدخل هذه البكتيريا
في صناعات غذائية مختلفة، وأيضا في صناعات دوائية راح نعرفها بعدين، وأيضا تساعد على عملية التحلل. ركز معي على كلمة تحلل، راح نأخذها أيضا بعدين في شرح مفصل له. وأيضا تعالج المياه العادمة. وكلمة عادمة، ركز في كلمة العادمة، المياه العادمة هي غير صالحة للشرب، فهي في أنواع من البكتيريا تجعل من المياه غير صالحة إلى مياه صالحة للشرب. وأيضا هذه من أنواع أيضا البكتيريا قد تساعد في إنتاج غاز الميثان وأيضا إنتاج الطاقة. فيجب أن تعرف أيضا أن ليس كل أنواع البكتيريا خطرة وتسبب المرض للإنسان، أيضا هناك في بعض أنواع البكتيريا نافعة للكائنات الحية. والحين ننتقل إلى معرفة أشكال البكتيريا. عندك أنت ثلاثة أنواع من أشكال البكتيريا واكتشفوها العلماء. أول نوع اللي هو يطلق عليه لولبي أو حلزوني، وعندك النوع الثاني أو الشكل الثاني للبكتيريا يطلق عليه عصوي، يشبه العصا. والآخر شكل من أشكال البكتيريا على شكل الكرة يطلق عليه كروي. فإذا أنت عندك ثلاثة أشكال للبكتيريا، الشكل الأول يطلق عليه لولبي أو حلزوني، والثاني عصوي، والثالث كروي. والحين راح نتعرف على نوعين من البكتيريا من ناحية حصولها على الغذاء من ناحية التغذية. عندك أنت نوعين من البكتيريا اللي تحصل أو طريقة حصولها على الغذاء. عندك بكتيريا يطلق عليها ذاتية التغذية، وعندك بكتيريا غير ذاتية التغذية. شنو الفرق بينهم؟ شنو معنات لما أحد يقول لك بكتيريا ذاتية التغذية؟ معناته أنها توفر لنفسها الغذاء، يعني هي اللي تصنع الغذاء بنفسها. طبعا ذاتية التغذية في نوعين، في نوعين لبكتيريا ذاتية التغذية. عندك ذاتية التغذية الضوئية، وعندك ذاتية التغذية الكيميائية. شنو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم إن ذاتية التغذية الضوئية إن تصنع غذائها بوجود ماذا؟ الطاقة الشمسية، يعني تعتمد على الشمس. أما ذاتية التغذية الكيميائية هي تستخدم الطاقة الكيميائية في صنع غذائها. شنو معنى الطاقة الكيميائية؟ اللي تفاعلات الكيميائية اللي تحصل داخل الخلية لكي تستطيع أن تصنع غذائها. أما غير ذاتية التغذية هي التي تعتمد على غيرها في الغذاء. مرة ثانية نعيد ونقول أن البكتيريا عندك نوعين من البكتيريا في حصولها على الغذاء، عندك ذاتية التغذية وعندك غير ذاتية التغذية. الفرق بينهم أن ذاتية التغذية أنها توفر لنفسها الغذاء، هي التي تصنع لنفسها الغذاء. في نوعين، عندك تعتمد على طاقة الضوء اللي هي ذاتية التغذية الضوئية،
وأخرى تعتمد على الطاقة الكيميائية والتفاعلات الكيميائية اللي هي ذاتية التغذية الكيميائية. أما النوع غير ذاتية التغذية من اسمها غير ذاتية، لا تعتمد على نفسها في صنع الغذاء، تعتمد على كائنات أو أشياء أخرى في حصولها على الغذاء. من خصائص البكتيريا أنها تتكاثر في الماء، ويزيد نشاطها بوجود أشعة الشمس، وتنمو في وسط متعادل، البي اتش يكون عندي متعادل، وأحيانا تنمو في وسط حمضي. هني عرفنا أنواع البكتيريا، وعرفنا كيف تتغذى البكتيريا، وعرفنا أشكالها، وعرفنا من العلماء الذين اكتشفوا البكتيريا. نصل هني إلى نهاية حصتنا اليوم، إن شاء الله استفدتوا، ونلقاكم إن شاء الله في حصص قادمة.